ولاد سلطان البعبع اللي بيطلعوا له من تحت الارض فجاه، والدراما بتاخدهم بتخلي البعبع يعمل حاجات يمكن ما كانش ممكن يعملها لو ما فيش الاطفال دول. الطفلين زي القمر معانا النهارده، جان رامز وتي حاتم. أمر جان وتيا، تعالوا هنا. ايه القمر دول؟ شكرا. كنتوا قمر في الفيلم وقمر في الحقيقه، وبعدين الحقيقه يعني انا اسفه لضيوفنا الكبار والنجوم، انا دخلت سلمت عليهم وكان في اجواء لطيفه جدا، 3 جنتلمان، ثلاثه جنتلمان عظام جدا. هتقطمنا بقى. امير جاي بوسامته وهيبته بس جايب عربيته وكرشه جايب عربيته وكرشه انور دخلها فوطه، انا جايب فوطه المرياله. محمد معرفش اتلقلب بالمريالة وكان بيحلم على حاجه غريبه جدا، والباشا دخل بقى صغرنا كلنا. جان بقى دخل لي بالبوكيه القمر. صغرنا. ايوه وعاش ولا كان ايه؟ ما كان عاش عاش ولا كان. انت صغرتني، دخلت بالورد صغرتني خليتني قد كده. اما المفروض انت اللي تعملها لقبل. ايه ده يا صاحبي؟ لغيني لغيني يا صاحبي بمسج، قول لي هات حاجه وانت جاي مثلا بتاع. ما قلتليش كده ليه؟ ما قلتليش تجيب شوكولاته ليه؟ ايوه شفتي اهو. كده مش اصول خرجته. يعني المفروض تقول له. لو اخر يوم تصوير دخل علينا كلنا بصراحه، وتيا دخلوا علينا بالهدايا كلهم. واحنا ما فكرناش نجيب لهم حاجه. لا والله انت عندنا هدايا، احنا عندنا مشاهد. يا سلام لمادة لمادة. العيال دي هتوصل وهتبقى في السماء طبعا. لمادة من ذوقك. طيب قول لي يا جان، انت عندك 6 سنين صح؟ انت رايح تاني ابتدائي؟ لا انا اولى. ايوه اولى معهد. قولي بقى، لما قالوا لك ان انت هتعمل فيلم مع انت بتقول له عمو امير ولا انكل امير ولا امير؟ بقول له استاذ امير. بتقول له ايه؟ استاذ امير. استاذ امير. استاذ امير. طب لما رحت لاستاذ امير بقى قولي، كنت قلقان؟ ما انت اكيد شفته في التلفزيون قبل كده. لا انا انبسطت. يعني انا اصلا كان نفسي اشوفه من بيت كده اتصور معاه، بس ما بالك انت بقى ايه؟ اشوفه واخش كرفان واكل معاه جبنه بطيخ. انت هتنجح. هتوصل هتبقى نجم مصر. انت هتنجح في حياتك. احنا ما عملناش كده واحنا صغيرين، عشان كده تعبنا.